الأستاذ محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، أهلا بك دكتور على أثير ميديا. مرحبا. إذن سؤالي الأول لكم أستاذ الكريم هو أن المحكمة الدستورية ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة 30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج اقتراع الثامن من شتنبر. هل بإمكان الطعون أن تشكل فرق فيما يتعلق بترتيب الأحزاب الفائزة، خاصة وأن العديد من الأحزاب تدعي بأن هناك خروقات شابت عملية الاقتراع، ونتحدث هنا بالأساس عن حزب العدالة والتنمية على وجه خاص الذي شهدت نتائجه انحدارا شديدا في اقتراع الثامن من شتنبر؟ لا أعتقد على أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية سوف يقلل من النتائج المحصل عليها بالنسبة للأحزاب السياسية، بنظر إلى أن الخريطة الانتخابية في المغرب اليوم تغيرت بشكل كبير جدا، الفوارق كبيرة جدا بين الأحزاب السياسية، بين المتصدر للمرتبة الأولى ب 102 مقعد على مستوى التشريعيات، في حين أن المرتبة الثانية 87 مقعدا. إذن هناك فرق كبير جدا بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وفرق أكبر بكثير بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي انتقل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثامنة. الذي حصل هو أن صوت المواطن المغربي عبر عنه بكل صدقية وبكل نزاهة وبكل تجرد من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة. كنا أمام تصويت عقابي واعي سياسيا ومدنيا من قبل الناخب المغربي تجاه الحزب الحاكم على امتداد ولايتين تشريعيتين. لا يمكن أن نفسر هذا الاندحار الشديد لا على المستوى التشريعي ولا على مستوى الجماعات والمقاطعات ولا على مستوى الجهات إلا بأنه تصويت عقابي نوعي وعقلاني وواعي لطبقات متعددة تجاه حزب العدالة والتنمية، وبالتالي ينبغي احترام إرادة الناخب المعبر عنها بكيفية صريحة وشفافة من خلال صناديق الاقتراع. طيب أستاذ الكريم، بالمقابل كيف يمكن أن نفسر صعود حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الانتخابات، لا على مستوى الانتخابات التشريعية ولا على مستوى انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات بل حتى مجالس الجهات؟ بمعنى في السنوات الماضية خلال الاستحقاقات الماضية كانت المنافسة ما بين أساسا حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم نجد حزب ثالث يتخطاهما معا ليصل إلى المرتبة الأولى، كيف نفسر هذا؟ في المقابل أيضا هناك صعود لحزب الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي يمكن أن نقول بأنه عوقب في الانتخابات الماضية. ربما هو يمكن أن نفسر صعود الملفت للانتباه لتجمع وطني للأحرار لعدة اعتبارات متعددة، ليس فقط عامل واحد بل هناك عدة عوامل تفسر هذا الصعود المنتظر بالنسبة لتجمع الوطني للأحرار. أولها هو أن التجمع وطني للأحرار لسنة 2016 ليس هو تجمع وطني للأحرار اليوم، يعني هناك انتقال على مستوى الإدارة، إدارة الحزب بشكل كبير، وساهم صعود السيد عزيز الأخنوش في تحقيق هذا التحول النوعي في تاريخ الحزب، من الانتقال من مفهوم الحزب بصيغة التقليدية إلى مفهوم المقاولة السياسية العصرية. صحيح أن السيد الأخنوش حافظ بشكل كبير على مجموعة من العناصر القيادة السابقة نظرا لأن لديهم تكوين سياسي جيد ومعرفة سياسية كبيرة جدا وخبرة، ولكنه كذلك طعم الحزب بطاقات شابة منفتحة على مختلف المشارب المجتمع المغربي وبالأخص على فئات الشباب. هذا التحول كان نتيجة لاشتغال 5 سنوات، البداية كانت مع برنامج قافلة 100 مدينة التي جابت مختلف ربوع المغرب واقتربت بشكل كبير جدا عبر تواصل سياسي مباشر مع مختلف مكونات المجتمع المغربي في المدن في القرى في المداشر إلى غير ذلك، وقفوا على مشاكل المغرب واقتربوا منهم بشكل مباشر، وهذا تحول نوعي بالنسبة للحزب، لأن نحن نعلم أننا نتحدث عن حزب ليبرالي وسطي كان السائد فيه بشكل أساسي وهو
رجال الأعمال منغلق على نفسه في الاستحقاقات الماضية. اليوم الحزب انفتح ولم ينفتح فقط على اللحظة الانتخابية، بل انفتح على امتداد 5 سنوات. العنصر الثالث الذي يفسر هذا الصعود هو أن الحزب حافظ على الأعيان باعتبارهم قطب راحة بالنسبة لهذا الحزب، يعني هذا قاسم مشترك بينه وبين الأصالة والمعاصرة، ولكن الأعيان حضروا يعني بشكل كبير جدا في العالم الحضري في القرى، وهم الذين ساهموا في إنجاح الحزب بشكل عام، ولكن مع انفتاح وإعطاء أولوية كذلك للشباب على مستوى الترشيحات لانتخابات الجماعية والجهوية، وأعطى هذا الأمر أكله بشكل عام. ثم العنصر الرابع المفسر لهذا الصعود هو التسويق السياسي الذي قام به الحزب بشكل مكتب، سواء عبر الآلية التقليدية أو عبر آلية التواصل الحديث. هذه يعني 4 عناصر تفسر لنا أن الحزب كان على جاهزية وأنه استفاد بشكل كبير جدا من أخطاء الأصالة والمعاصرة في مواجهته للعدالة والتنمية في استحقاقات 2016. طيب أستاذ الكريم، هناك حزب آخر يبدو أنه دائما ما يحافظ على مرتبة من المراتب المتقدمة، لا يحوز المراتب الأولى لكنه دائما ما يحافظ على مستوى جيد في الانتخابات. نتحدث هنا عن حزب الاستقلال. هل يمكن أن نتحدث عن شريحة من الأحزاب تحافظ على كتلتها الناخبة من قبيل حزب الاستقلال، وكذلك حزب الاتحاد الاشتراكي الذي هو الآخر يحصل على مراتب ليست الأولى طبعا لكنها مراتب متقدمة مقارنة مع أحزاب أخرى لها باع طويل في الممارسة الانتخابية في المغرب؟ ملاحظتك في محلها. إذا قلنا بأن التجمع وطني الأحرار عرف دينامية قوية، فإن كذلك حزب الاستقلال عرف حركية ملفتة للانتباه، خصوصا مع مخرجات المؤتمر 17 الذي أفضى إلى تنحية حميد شباط وصعود نزار بركة. الإدارة هنا سوف نكون أمام إدارة حديثة للغاية وستعطي أكلها بالنسبة للحزب. لما نتحدث عن حزب الاستقلال في أدبية علم السياسة المغربية نحن نتحدث عن ماكينة انتخابية، يعني نتحدث عن أزيد من 12,000 فرع موجود في المغرب. هذا أمر يعني يسهل عليه إمكانية التواصل، إلى جانب أصوات العدالة والتنمية المحافظة تذهب بشكل مباشر إلى حزب الاستقلال. بالنسبة للاتحاد الشراكي، الاتحاد الشراكي كان مستفيد من هذه الانتخابات حينما ننظر إلى الظرفية العامة التي يمر منها الحزب، فهذه النتيجة إيجابية، تحسن إيجابي جدا للحزب. سؤالي الأخير أستاذ زين الدين متعلق بالتحالفات المقبلة، كيف يمكن أن نقرأ هذه التحالفات في ظل متغيرات محددة للأمر؟ نتحدث هنا بالأساس عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي لوحظ تقارب له مع حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة، هل بالإمكان أن يكون هناك تحالف بينه وبين التجمع الوطني والأحرار؟ طبعا يشتركان في التوجه الليبرالي، لكن كيف يمكن أن نقرأ خريطة أو سيناريوهات التحالفات في الأيام المقبلة باعتقادكم؟ أعتقد على أن قاعدة أساسية في التحالفات المغربية هي أن دائما تكون تحالفات بعدية وليس تحالفات قبلية. كان هناك خطأ من قبل الأصالة والمعاصرة حينما دخلت التحالفات قبلية مع البي جي دي، هذا خطأ تقييم، لأنه لا بد من أن تكون هناك دائما تحالفات بعدية وليس تحالفات قبلية. ولكن الأمر يتوقف هنا بالنسبة للتحالفات القادمة عند 3 محددات أساسية. أولا لابد من أن يكون هناك تطابق للرؤى والأهداف بين التجمع وطني الأحرار وبين مختلف الأحزاب التي سوف تدخل معه في هذه الحكومة، هذا الجانب الأول. حينما ننظر إلى برامج الأحزاب السياسية 3، تجمع الاستقلال ثم الأصالة والمعاصرة، نجد أن هناك تقاطعات كبيرة جدا. هناك عنصر ثاني سوف يكون هناك محدد، ألا وهو كيفية تقسيم المناصب الحكومية. نحن هنا نتحدث عن 3 أحزاب تعتبر خزان استراتيجي للأطر، هنا سيكون الأمر صعب جدا، يعني كيفية توزيع الحقائب بين هذه الأحزاب على اعتبار أنها كلها تتخوف من أن تأخذ مثلا الجانب الاجتماعي، على اعتبار أن اليوم صوت المواطن أصبح يسائل المردودية السياسية بإلحاح شديد. لا أحد اليوم سيغامر ويأخذ الحقائب الاجتماعية،
كما حصل بالنسبة للبيجيدي. أعتقد الصعوبة ستكون هنا، ولكن الأمر لن يتوقف فقط عند الأحزاب الثلاث، سيكون كذلك حضور للاتحاد الاشتراكي على اعتبار أنه حليف استراتيجي لتجمع وطني الأحرار منذ البداية، وهناك انسجام ووحدة الرؤى بين الاتحاد الاشتراكي وبين التجمع الوطني للأحرار بشكل كبير. ولكن بالنسبة للأصالة والمعاصرة الأمر سيكون أقرب إلى المعارضة منه إلى الحكومة. اليوم هناك غياب للمعارضة، يعني بقدر ما ينبغي أن تكون لدينا حكومة قوية ومنسجمة، بقدر ما ينبغي أن تكون كذلك لدينا معارضة بناءة ونقدية قادرة على تقييم السياسات العمومية للحكومة القادمة. لا يمكن أن نرى اليوم على العدالة والتنمية، لأنه بالكاد يستطيع تأسيس مجموعة نيابية، لا يمكن حتى تأسيس فريق برلماني. وبالتالي فإن سؤال من سيتواجد في المعارضة يطرح نفسه بإلحاح شديد. الدكتور محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، شكرا لكم أستاذ الكريم على كل هذه التوضيحات. مرحبا أستاذ.